الخير عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين ورمضان مبارك. اليوم غنخدمو بباسلي. بالنسبة للماتيريال غنحتاجو سبيب، غنحتاجو لابيغل مقاس ديال 8 في البياض، غنحتاجو هاد لابيغل دوغي، غنحتاجو جوج ديال الحلق، واحد القفل و لابانس ديالنا. دونك كناخدو في الأول سبيب، كنعملو 5 ديال لابيغل دوغي، وكنربطو هنايا. كنعملو 3 العقدات ديالنا. كنقطع هاد السايد، كنعاود ندخل الخيط ديالي هاد لي دو بارلي هادو، كنزيد ناخد 5 ديال لابيغل دوغي، كنعمل واحد البيغ البيضة، هدا كنهبط كلشي، كنعاود ندخل الخيط في لابيغ اللي خارج منا الخيط، وكنشبت. نعاود ندخل هنايا الخيط في جوج ديال لابيغل، هنايا غنعمل واحد البيغل بيضاء، ثلاثة دوري، ندخلوا الخيط في هاد لابيغل هادي اللي قدام لابيغ البيضة، وكنشر. فوالا، نفس الطريقة نكمل، نعمل لابيغ البيضة، نعمل 3 ديال لابيغ دوغي، ندخل الخيط في لابيغل هادي، دائما في لابيغل دوغي اللي قدام لابيغل بيضاء، هنا
كنجور الشكل ديالنا بدا كيبان. نعمل عاود في بيرل بيضاء وثلاثة ديال لي بيرل دوري. كنشبد عاود كندخل الخيط لا بير اللي قدام لا بير البيضاء. وكنجر بيرل البيضاء ثلاثة ديال لي بيرل دوري. كنعاود ندخل في هاد البيرل دائما اللي قدام لا بيرل بلونش. كنشبت معكم واحدة بالبيضة ثلاثة ديال البال دوري. كندخل الخيط في البال هادي كنظن دابا مفهومة. انا هنكمل بنفس الطريقة حتى نحصل على الطول اللي بغيت ونعاودو نطلقو. كيف ما كتشوفو كملت التعمر ديال البغاسلي وصلت للطول اللي بغيت اللي هو هذا. حاولوا تزيرو ديك الساعة الخدمة ديالكم. دونك هنايا نشدو باش كيف ما فتحنا هنا خصنا نشدو هنايا. غنزيد انا هنايا ثلاثة فوالا. غنعاود ندخل في هاد جوج ديال لي بيرل اللي هنايا. فوالا دابا كيف ما كتشوفوا بحال اللي حلينا هنايا شدينا هنايا. دونك دابا انا هنايا ناقد كنحاول ندخل الخيط نزيد ندخل
انا هنعقد هنا. دونك فحال دايما كندخلوا الخيط من تحت كنعمل العقده الاولى نزيد نعمل عقدة أخرى نزيد ندخل الخيط دونك باش ما نطولش عليكم بنفس الطريقة أنا هنزيد ندخل الخيط وناقد عملوا العقدة شحال ما قدرتو نعود نتلقاكم. دونك فوالا انا عقدت وقطعت دابا بقى لي غير التركيب ديال القفل ندخلو هنايا كندخل القفل كنشد بس الشيء على الشمال غنعمل هاد الحلق اذا بغيتو تزيدو سلسله بحال هادي بحال هادو تقدروا تعملوهم حتى هما دونك الشكل النهائي ديال البواسلي ديالنا كيجي على هذا الشكل. دونك نتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.